عمر النظافة مدينة طنجة. كنا خدامين سابقا في شركة نظافة صورة أمطاء، ووعدونا سيدي، أنا بالنسبة لي عندي 7 سنين وأنا خدمت في شركة نظافة صورة أمطاء، ووعدونا من إجازة الصفقة لأن أنقوزوا مرسمين على ما أعلم. جات شركة الأرما وعدتنا بالعمل ديالنا وكنخدموا بالعمل جدي ومضحينا بالغالي والرخيص في أيام كورونا، كنخدموا بلا حوايج بلا وقاية بلا تجي حاجة. من بعد لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. من بعد جات شركة الأرما، كنا فرحانين بأن تسوي الوضعية ديالنا، ما بقاوش مهمشين، ما بقاوش محقورين. جات شركة الأرما وعدونا بشي وعود كاذبة كاذبة لا أساس لها من الصحة، بأن اصبروا عرسموكم عرسموكم. من بعد خدمنا عام صداق، وقفونا بدون مبرر على حتى شي حاجه. ما كنطلبوا من السيد الوالي والرئيس والعمده والمسؤول المدينه طنجه يشوفوا بعين الرحمن العمال في طنجه. دابا انا موقف نهار 12 في شهر 4 واقفين دابا عندنا بالمجمع العام العمال في الصوره امطاء اليوم صوت 260 اللي وقفوا دابا تقريبا 50، وماشي كيوقفوا وماشي كيوقفوا. انا الطريق عبد المجيد كيعرفني كل شيء، لا حول ولا قوه الا بالله. كنوجه النداء هذا للمسؤول مدينه طنجه والسيد جلالة الملك يرحمونا. عامل النظافه كيبيعوا شنو فيه؟ كيبيعوا شنو فيه بثمن باهظ جدا، كيبيعوا اخر كيربح. انا كنربح 250 الف فرانك وعندي الكرا والمصارف وبزاف ديال الحاجات، والمسؤول اللي كيبيعوا شنو فينا كيربح 1,500,000 فرانك، مليون ونص انا كنخدموا عليه، ويطلب 250 الف وطامع فيك قطع الكراتين ودير النقاب السماسيرة، النقابة السماسيرة كيديونا الفلوس ديالنا باطل باطلة، هذا حرام وعار علينا. نوجه المسؤولين ناس مدينة طنجة ينقذوا العامد النظافة. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. احنا جينا نطلبوا السيد الوالي والسيد العمدة يشوفوا بنا على الرحمة، احنا ما كنطلبوا حتى شي حاجة، نباشروا العمل ديالنا. احنا كنخدموا بالعمل جدي، قسما بالله الذي لا اله الا هو، عملت المازوت بالجيم ديالي حراسا باش نكمل السيكتور ديالي ونخدم بالوجه احمر. الكاميرا كانت خاصه كنعدلها بيدي، بيدي كنعدلها ما مره ما جوج. ما كتوفر وطردتنا، طردتنا الخدام كيكون فيه الجوع كنطيبو ياكل باش يكمل السيكتور، والشركه ما طردتنا بدون مبرر. تهمتنا قالت لها انتم غنغيبوا، انا ما غيبتش 8 سنين، عمري ما غيبت اخي، عمري ما غيبت. نهار اللي ماتت لي الزوجه ديالي كانت مريضه بالسرطان، اللهم يا ربي اجل نجينا من هذا المرض. عطوني 12 يوم الكوجي وثلاث ايام من الجنازه ويومين الروبو، قالت لي غنغيب. عمري ما غيبت، عمري 8 سنين ما غيبت. انا كانت عندي مرة مريضه كنكري خدمه ب 50 درهم وكنمشي نخدم. من بعد قالت لي غنغيب، عمري ما غيبت نقولها في وسط الله اكبر، عمري ما غيبت، عمري. هذه الشركه الارمله نطلبوا من الناس المسؤولين فيها يرحموا العمال طنجه، رحموهم ما كيعملوا حتى شي حاجه، كيخدموا بالجديه ديالهم الخالصه لوجه الله. اما باش يطردوك زين خدام اخر على اساس يطردك بدون مبرر المرضي، بدون مبرر. توجه النداء لصاحب الجلاله ينقذنا، العامل النظافه في مدينه طنجه كيبيعوا شنو فيه من تحت الطاوله. توجه النداء لصاحب الجلاله سيدنا الله ينصره القريب ان شاء الله، ينصروا ينقذ العامل النظافه مدينه طنجه. واش 2500 درهم مع عباد الله؟ اللهم هذا منكر. واتفقوا الشركه شبت الصفقه ب 17 مليار و 200 مليون وما كنعطيش الخدام حتى تشينك حتى شي حاجه. شني على اساس عليك بستيلو ستيلو سيرفا المهم كيتمهم خصك ما نعرفش كيفاش كيجري عليك انتينا وكيجيب الناس من تحت كيجي عليك نسينا ولد طنجه ولد ضرب تماره ما عرفش شحال هكا ويجيبوه العمال الجداد ما عرف منين كيجيبوهم يخدموهم بلاصتك. اللهم على موقع حنا اولى بهالشيء هذا، حنا اولى بهالشيء هذا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.